معظم الولاد مش كلهم مش يعني كده، معظمهم بحس انهم بيحبوا لف ودوران. انا بحب straight to the point، يعني يعني لو انت وانت بتضايق مني قول لي، صغيرين لو انت كده في لف ودوران؟ طبعا طب انت ليه اول بقى مرة قلبك دق كان من كام سنة؟ من كام سنة قلبي ده، قلبي ده مش عارفة يعني، ما مش اعتقدش من انهم بيوصلوا القلب الدق، لا لا بعتقد ان اكيد هو بيحصل اعجاب بيحصل بيحصل، بس بجد. بحس ان دي كنت تفاهة، ممكن دي كنت تفاهة، جدا على بس فكرة. هو يعني مش مش تفاهة، لكن انتوا بتبقوا فاكرينه ده، انا بناخده فور فعلا فن، عشان كده تلاقي مامهات اللي زي مامتك وهنا وسهير بنبقى متقبلين الموضوع، علشان احنا عارفين انه مش هيكمل كتير. لا مامتي بحس، انا حاسه ان انا لما هيكون في فعلا الشخص الصح، مامتي هتكون هتقول لي هتبقى يعني داعم فعلا، اصل ليكي. كل حاجه حتى لو هي ما قابلتش الشخص ده بقول لها الولد ده مش عارف ايه وكده، بتقول لي لا، يعني بتقول لي لا، وبتقول لي هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، وبيحصل فعلا فعلا. بيحصل بالظبط. فا يعني انا حاسه ان اليوم اللي هتقول لي الولد ده هيكون هيكون هو اجمل فعلا ولد. هيكون هو الشخص الصح. طيب قولي لي، انت لما قعدت سنتين من غير ما تمثلي فعلا تعبتي نفسيا؟ تعبت فعلا جدا جدا، يعني انا مش عارفه ليه ما جاليش ادوار، بس ممكن ما كانش تمثيلي احسن حاجه، ممكن ما كانش لا، شكلي فيزز مناسب، هو فيزز. بيكون نصيب يعني في الاول في احنا الاخر. لازم نبقى مقتنعين ان احنا واحنا في المود ده، بننتقل من الطفوله للشباب. لا، وفي وقت اكيد هنقعد شويه، واكيد هنرجع نشتغل تاني، بس في الفتره دي نبقى اذكياء، ان احنا ما نديش الموضوع اكبر من حجمه واكتئب. لا، اعمل اخد ورش، اغير، اروح زي ما انت قلتي كده، انت فاتحه بتمثلي في باريس، في فرنسا، في المغرب، يعني ما نبقاش عارفين، مش حاطين ان هو ده مصدر سعادتنا فقط لا غير. ايوه ده حقيقي، وده اللي انا يعني يعني انا كنت كان بيجالي اكتئاب عشان ما كنتش بعمل حاجه اللي بحبها، ساكن كان في المدرسه كان في بولينج برضو، فده كان ده اثر معايا قوي. بس يعني انت بعدين اكتئبتي عشان ما جالكيش شغل، وعشان كان في تنمر في المدرسه بالظبط، كان في تنمر على البريفيوس شغل اللي انا عملته، اللي انت عملتيه قبل. خرجتي منه ازاي؟ التمثيل جو التمثيل جه وخلاص، ايوه، لكن قبلها بس انا يعني في الاخر لما فعلا جه لي دور، انا حمدت ربنا ان هو ما جاليش في الوقت ده عشان ما كنتش شفتي؟ جاهزه ليه، يعني انا حاسه ان ربنا كان مستني الوقت الكويس اللي فعلا اللي انا كنت هكون متحضره ايه فيه مظاهر عشان يجي الاكتئاب لي. اللي كانوا عندك في السنتين دول؟ يعني كنت بعيط كتير، كنت بكون مش عايزه اروح المدرسه، كنت بفضل في اوضتي، يعني ده بحس ان هو يعني ما بيكونش اكتئاب قد ما هو بيكون هو فترة بحس ان هي هو بتحصل لكل غضب الناس ان انت زعلانة لأي حزينة. حد. لينا، انت حوشتي فلوس من الشغل بتاعك؟ انا ما اعرفش اي حاجة عن فلوسي، يعني هي مامتي بتحطها في البنك وبتسيبها هناك كده، وهما ما اللي عملتش بيها حاجة. وبابا وكده، يعني انت بتحوشي وهما بيدوكي فلوس؟ اصلا القانون في فرنسا ان ما ينفعش مامتي وبابايا يستخدموا فلوسي خالص، اي نو، انا المفروض استنى لغايه ما اتم 18 سنه عشان وانت استخدمه تستخدمي فلوسهم لغايه 18 سنه. بالظبط. طب بعد 18 سنه ايه اكتر حاجه نفسك تعمليها بفلوسك؟ نفسي اعملها بفلوسي. ايه ده، انا عمري اسالي السؤال ده. مش عارفه يعني، حاسه ايه اللي نفسك يعني فيه؟ طموحك تشتري ايه؟ يعني بيت ولا يعني ايه اللي عربية بتحلمي بيه ولا يبقى لبس عندك؟ ولا مجوهرات ولا ايه اللي بتحلمي ايه بيه؟ اللي نفسك فيه؟ ممكن يعني بحس ان انا اكيد هعمل تشاريتي كتير، وعايزة اشتري بيت يعني او شقة هو صغيرة احلى حاجة ان انت كده. قدمت العطاء الاول، ايوه يعني تشاريتي، حاسة ان ربنا دي ده يكرمك most important يعني. تطلع كرم وبعدين تفكر في يعني. احلامك. وتاني حاجة انك يبقى ليكي بيت. ايوه بالظبط، طب كلميني انا عن عندي مسؤولية. تجربتك انت عملت فيلم فرنسي؟ انا عملت فيلم فرنساوي وصورناه في المغرب اسمه ستوري، وهو فيلم رعب، فانا يعني كنت يعني فرحت جدا ان هو جالي عشان كان برضه حاجه مختلفه ايوه، بس عن ما الادوار. خفتيش اصلا؟ يعني الرعب الكلمه نفسها بترعب. هو انا اصلا كنت مرعبه في الفيلم، يعني مش حد تمام، بيرعبني، انا اللي برعب. انت اللي بترعبي. ايوه اوكي، بالظبط، فانا كنت فرحانه ان انا هعمل دور مختلف وكده، وكان في سين المفروض ان انا بنتحر، وكانت يعني كانت فن جدا ان انا اصورها. انت دمك، انت برج ايه؟ انا برج الحمل. برج الحمل، برج برج دمه خفيف، يعني هو برج دمه خفيف ومثابر. بصي، احنا يعني قد ايه احنا مبسوطين ان انت كنت موجوده معانا، واحنا حابين كنا نعمل الحوار ده. بنوته 15 سنه محققه نجاح كبير جدا، وبالذات في رمضان وفي جيلك،
يعني انا انت ليكي فانز من في سنك والاكبر شويه يعني عارفينك وانت قد ايه كنت كيوت، فاحنا مبسوطين قوي ان احنا شفناكي. شكرا جدا، وانا مبسوطه ان انا شفتكم. انت اخر حاجه بتحبي ركوب الخيل؟ ايوه، انا مامتي اصلا من وهي صغيره هي بتركب خيل، وكانت يعني بتعمل بطولات، كانت بتركب في اسكندريه في نادي سموحه وسبورتنج، وفمن واحنا صغيرين وهي بتاخدنا يعني نركب خيل مع بعض، ففي كل بلد سافرتها لازم نركب خيل فيها. يعني ركبت خيل في المغرب، في هولندا، فلازم ان احنا نركب خيل. احنا اصلا عيله بنحب الحيوانات جدا، وحتى الاب الروحي بتاعي عنده خيل كتير وكلاب كتير، فيعني من واحنا صغيرين مامتي عايز تعودنا على الحيوانات يعني. احنا سعدنا بيكي جدا جدا، وبنتمنى لك ونشوفك حاجة كبيرة جدا وفوق كمان ما أمنياتك وأحلامك تحققيها إن شاء الله.